ثبت في ابحاث طبيه كتير جدا بتتعمل على صيام رمضان وبتتعمل على غير صيام رمضان، صيام متقطع اللي هو 12 ل 14 سنه. ممكن يعالج السرطان؟ لا يعالج، في فرق بين يعالج. انا بسمع انه المانيا بتعمل بحوث على انه الصيام يعالج السرطان في والجسم بياكل الخلايا السرطانيه او بيدمرها. بص حضرتك في فارق ما بين دايما، لما يجي واحد مثلا يجي يسالني سؤال السكر اشهر حاجه خالص موجوده كلها، يقول لك انا الناس كلها بتقول لك السكر والسكر السكر، ما السكر من الكربوهيدرات اللي بتزود الانسولين، الانسولين بيبقى فيه منه سب تايبس، بتبدا تغير الميتابوليزم، بتزود السمنه نفسها عموما، الناس اللي بتاخد سكريات وحلويات كتير جسمها بيزيد. عشان كده بنقول ان الصيام مفيد. هل السكر انا لما اجي امتنع على السكر بعد ما جالي ورم الموضوع كده هيتحل؟ طبعا لا، احنا متاخرين خالص، احنا منعنا السبب اهو بقى، ما هو في الأوف. بس هو اتوجد خلاص. الجسم نفسه ما يدمروش، ما يتعاملش معاه خلاص، لازم العلاج، لازم الجراحه، لازم العلاج. امتى هو في الاول فاخد. طب السؤال اللي وراه، هل الحاجات دي بتضر ولا ما تضرش؟ بيبقى المريض موجود ومعاه المرافقين، اقول له بتضر بس على مدى طويل، تضرك زي ما بتضرني، زي ما بتضر المذيع، زي ما بتضر المشاهدين كلها. لازم كلنا نقلل من السكريات والحلويات ونتبع انظمه غذائيه مفيده، ومن ضمنها الصيام، ومن ضمنها الصيام الشرعي، صيام رمضان، صيام اثنين وخميس. لا بيفيد، وبيفيد طبيا كتير. ولو دخلت دلوقتي حتى ابسط حاجه بقولها للناس عشان تصدق، قولها لو دخلت مثلا اي نظام غذائي هيقول لك صيام متقطع، صيام كيتو، صيام مش عارف كذا. وفي من ضمنها انظمه رمضان بتقوم بنفس الكلام ده، وبتقوم بنفس المهمه بل بافضل كتير كمان. جميل. كلمنا عن اسباب الورم والسرطان، التشخيص المبكر او التشخيص وطرق الوقايه والعلاج، كيف يتم التشخيص حتى للنساء اللي قاعدين في البيت؟ يعني ممكن تفحص التشخيص المبكر، ممكن هي تفحص نفسها ولا لازم تروح لدكتور؟ لا، هو جزء من ضمن التشخيص المبكر والكشف المبكر كسادي ان هي تفحص صدرها. ودايما بتخش في مراكز متهيألي للتشخيص المبكر، في مراكز كتير جدا، وفي مراكز من الدوله بتوفرها، وفي مراكز مجانيه كتير جدا من ضمنها بهية، مستشفيات حكوميه، البرنامج الدولي اللي منزلاه عامله للكشف المبكر وعلاج السرطانات الثدي وغير الثدي. في الاول وفخ الثدي من ضمن الاورام اللي لازم مستشفى بهية مختصه بالثدي. بالثدي، ثدي فقط. جميل، حضرتك ما شاء الله فيها. الحمد لله. فالفكره كلها التشخيص. نسب كتير من النساء هناك في المستشفى يا دكتور ولا النسب بسيطه؟ نسب ايه؟ نسب سرطان الثدي. لا، احنا بيجينا المريض متشخص، انت ما تقيس. انا جاهز يعني. انا بيجي لي المريض اللي عنده كذا، بيجي لي بيشخصه وبعالجه. فيجي لي ناس بتشتكي، انت ما تيجي تقول نسب لازم اجيب الناس في مصر كلها ونسبه الاصابه كلها ايه، سواء راحت مستشفى من خلال عملك او مستشفى كتير يعني. او مستشفى لا، هو منتشر طبعا، كتير كتير طبعا. يعني انا مثلا، انا افرض انا مثلا اقول لك انا عندي نسب او عندي حالات كتير قوي، طيب ماشي، ما الناس كلها بتجي لي انا، ما بتروحش مكان تاني. انت عشان تجيب لازم تجمع المستشفيات كلها وتشوف عدد البوبليشن، عشان تشوف نسبه الاصابه عندك السنويه قد ايه. طيب والدوله بتعمل الكلام ده فعلا. التشخيص المبكر كيف؟ التشخيص المبكر دي معلومه مهمه جدا، ان الواحده نفسها لازم تفحص نفسها. وبرضه بنقول للناس شويه معلومات بسيطه جدا ازاي تفحص صدرها. فحص دايما كل واحده مثلا بتيجي تفحص صدرها وقت ما صدرها يكون بيوجع، شيء طبيعي جدا، فيكون في الم ثدي وفي تغيرات هرمونيه موجوده في الثدي. افضل وقت للفحص الثدي بعد الدوره، صدرك يكون هادي وما يكونش فيه جرمازه، ما يكونش فيه احتقانات، ما يكونش فيه الالام الطبيعيه اللي موجوده في الثدي خالص. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر دي هتغلطك انت كتير وهتخليك تروح تكشفي، وانك تغلطي وتروح تكشفي دي حاجه كويسه مش وحشه، لانك هتروح للدكتور هيفحص ويعمل اشعاعات فهيطمنك. بس المشكله الاكبر ان الناس اللي ما بتفحصي وبتتنيها تبقى موجوده وتبقى عندها وتبقى في كتله موجوده وثابته على طول، وتقول لك ما بتوجعش وهي مش هاديه، وهي هاديه ومش مزعلها، وتسكت عليها اسبوع واثنين وثلاثه وشهر وممكن شهرين وثلاثه، وتفوت عليها فرصه شفاء عاليه جدا. طبعا. يعني المرحله اللي في الورم، كل ما الورم يكون في مرحله في الاول كل ما تكون الدنيا احسن كتير. يعني اذا لقيت ورم او شيء جامد متيبس فورا للطبيب. للطبيب. طبعا في علامات دايما بنعرفها للواحده الست ان هي في الاول وفي الاخر، ان افضل وقت للفحص ان هو بعد الدوره، ان ما يكونش في الم ثدي. لكن لو انت برضو عندك الم ثدي على طول والدنيا معاكي مش مظبوطه، لا نروح نكشف. في تغير. يعني انتوا كطبيب بقى بتتدخلوا بالاشعه والتحاليل والحاجات دي كتشخيص؟ في وسائل تشخيص عندكم؟ في وسائل تشخيص. زي ايه بقى؟ اول حاجه الفحص، رقم اثنين السونار والماموجرام. بنعمل حاجه اسمها اشعه ماموجرام. تمام. ده بيبين برضو انه في حاجه، بيبين نشوف الدنيا فيها ايه بالظبط، نشوف ايه اللي فيها. ممكن نعمل فحوصات تانية، ممكن ناخد عينات. 90% من الحاجات اللي بتشتكي والناس اللي بتشتكي الام وتغيرات كلها بتكون بسيطه. بس بنقول للناس كلها لو في كتله موجوده في الثدي، موجوده ثابته على طول، بالاخص لما ما بتوجعش، لو في تغير في شكل الجلد، تغير في شكل الحاله ما بدات تخش جوه، الجلد نفسه بدا يورم، يكون في نقط كده في شكلها، اي حاجه قلقاكي، في افرازات، وبالاخص الافرازات الدم، افرازات مثلا البسيطه او لونها فاتح مش مؤلمه قوي،
اي حاجه من دي يفضل نروح نكشف. في كتله موجوده تحت الباط على طول، دي كلها اساسيات طبعا. دي بالنسبه للثدي، في اعراض كل ورم ليه اعراض. الرحم نفس الحكايه ولا الرحم ده قصه تانية خالص، موضوع تاني مختلف.